أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة ساحر الشطرنج. من أمتع من لعب الشطرنج الساحر الصغير بول مورفي، ألكسندر أليخين، مايكل تال، جاري كاسباروف. هؤلاء الأربع أبطال هجمع أفضل أدوارهم وهعلق عليها، أولا من حيث المتعة، وثانيا من وسط هذا السحر قد نتعلم بعض الأشياء. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. ميخائيل تال اللي اتولد في ريجا عاصمة لاتفيا 1936، وكان أسلوبه بيتميز بأخذ المخاطر والوسوب في النيران. أظهر مقدرة تكتيكية وبرع خاصة في التكوينات شديدة التعقيد. وفي سنة 1960 وصل تال إلى قمة لا تصدق، وهو الفوز على العملاق مايكل بوتفينيك والحصول على بطولة العالم وهو لم يتجاوز 24 سنة كأصغر بطل عالم في التاريخ حتى ذلك الوقت. وتال كانت له آراء كتيرة في الشطرنج، فهو قال: يجب أن تأخذ خصمك إلى غابة مظلمة حيث 2+2=5، وباب الخروج لا يسع غير واحد فقط هو أنت. الحقيقة تال في حياته القصيرة في الشطرنج كان دائما مريض وبيعاني من مشاكل في الكلى، ولكنه كان محبوب جدا، حتى إن فيشر بطل العالم المعروف عنه إنه منعزل اجتماعيا كان بيحب تال وزاره كثيرا في المستشفى أثناء مرضه حتى توفي وكان عمره 55 سنة. وحزن عليه جميع لاعبي الشطرنج في أرجاء العالم وكانوا بيطلقوا عليه لقب ميتشا. ودلوقتي تعال نشوف تال وبعض أفكاره ولعبه الشرس والجريء. فيديو رقم 18 من سلسلة ساحر الشطرنج، وده الفيديو الثالث لساحر الشطرنج مايكل تال. مايكل تال في دور ضد بطل العالم سيميسلوف في موسكو 1959. قبل ما نشوف هذا الدور لازم نقول ان تال وسيميسلوف بيشتركوا في بعض الصفات، فكلاهما بطل العالم وكلاهما حصل على بطولة العالم من مايكل بوتفينيك، وايضا فقدوها امام مايكل بوتفينيك بعد ما احتفظ بيها كل منهم لمدة عام كامل. ولكن هناك اكتر من اختلاف بين سيميسلوف وبين تال. تال بيعتمد على التكوينات العميقة اللي ممكن تكون مش محكمة، لكن خصومه بيفشلوا في الوصول الى الحلول على الرقعة، وربما يصل الى هذا الحل بعد انتهاء الدور. وعلى العكس كان سيميسلوف اللي كان متفوق للغاية في مرحلة نهاية الدور، لدرجة انهم كانوا بيشبهوه بكابابلانكا افضل من لعب مرحلة نهاية الدور، وايضا كان متفوق جدا في اللعب الموقفي والاستراتيجي لدرجة انهم كانوا بيقارنوه بمايكل بوتفينيك. ولذلك سيميسلوف كان بيهاجم اسلوب تال لدرجة انه في احد المرات قال عنه انه محتال. ولذلك الدور اللي هنشوفه بين اتنين اسلوبهم مختلف للغاية، وتال انتهز خطأ بسيط من سيميسلوف علشان يفوز عليه في 20 نقلة فقط، وبالطبع ده كان انجاز كبير ان احد يفوز على بطل العالم في 20 نقلة. الدور ده اتلعب سنة 59 قبل شهرة تال وحصوله على بطولة العالم، وعلق عليه الكاتب الامريكي الكبير فريد رينفيلد وقال: دور ساحر من اللاعب الصغير القادم من ريجا، لقد اخرج عدة ارانب من قبعته وأدى دورا تاريخيا أمام بطل العالم. كل مرة يحاول سيميسلوف أن يلتقط أنفاسه كان تال يسدد له مفاجأة جديدة. يلا نشوف الدور. تال بالأبيض ولعب E4 C6 دفاع الكاروكان D3 D5 Knight D2 E5 Knight GF3 Knight D7، وهنا تال لعب D4، والنقلة دي بتسمح بإخلاء مبكر للوسط، والأسود كمل D takes E4 طالب الحصان. لو الأسود ملعبش D takes E4 من الأفضل له إن يلعب E takes D4.
وبيكمل التفريع knight takes d4 d takes e4 knight takes e4 knight c5، والاسود وصل لموقف جيد. لكن على اي حال سيميسلوف كمل d takes e4 knight takes e4، والاسود كمل ب e takes d4. لو الاسود ملعبش e takes d4 وحاول ان يهاجم بالنقلة النشطة f5، النقلة دي هتكون نقلة سيئة لان الابيض بيكمل نايت جي 3 طالب البيدق، ودلوقتي اذا الاسود كمل اي 4 بيلعب نايت جي 5، واحصنة الابيض بتخترق معسكر الاسود وبتمثل خطورة شديدة. ولذلك في الموقف ده سيميسلوف كمل اي تيكس دي 4 كوين تيكس دي 4. لو الابيض ملعبش كوين تيكس دي 4 وحاول ان يبدأ بالهجوم ويستثمر فتح العمود اي ولعب نقلة زي كوين اي 2 بيهدد بكش بالكشف للملك الاسود، الاسود هيكمل بيشوب بي 4 تشيك، الابيض هيرد بسي 3 وبعد دي تيك سي 3 بي سي 3 بيشوب اي 7 نايت دي 6 تشيك كينج اف 8، والاسود موقفه متوازن ومتقدم ببيدق والابيض ملهوش تعويض عن البيدق المفقود. ولذلك في الموقف ده تال كمل كوين تيكس دي 4 نايت جي اف 6 بيشوب جي 5 بيشوب اي 7 كاسل لونج كاسل نايت دي 6، والاسود رد بالهجوم المضاد كوين اي 5 طالب بيدق ال اي 2، وهنا تال لعب بيشوب سي 4 بيحمي بيدق ال اي 2 وبيبدأ ضغط على بيدق ال F7، وهنا الأسود كمل بنشاط B5 طالب الفيل. لو الفيل استمر في حماية البيدق ولعب B3 الأسود هيكمل ببساطة C5 طالب الوزير، والوزير هيتراجع والأسود هيكمل C4 والفيل وقع في المصيدة. ولذلك لابد من تراجع الفيل وترك بيدق ال A2، ولكن ده مش أسلوب تال لأنه وجد أن الملكين موجودين في جناحين مختلفين، ولذلك فإن المسرح مهيأ للتكتيك، وتال بالطبع ملك التكتيك. ومن هنا إلى نهاية الدور هنلاقي أن تال هيفرض شخصيته على هذا الدور، وخطته بتتلخص في أنه بيدخل في مسائل تكتيكية معقدة، والخصم قد يضل طريقه في متاهات غابات التكتيك. على أي حال تال كمل ببيشوب دي 2 طالب الوزير، وهنا سميسلوف لعب كوين اي 6، وربما النقلة دي هي اللي تسببت في خسارته الدور. سميسلوف بالنقلة دي بيظهر ان هو مصر على استكمال هجومه المضاد، ولكن كان عنده نقلات ابسط، يعني ممكن يلعب كوين اي 4 وهنا بيكمل التفريع بنايت تيك سي 8 روك تيك سي 8 بيشوب بي 3 كوين تيكس دي 4 نايت تيكس دي 4، والموقف متعادل وان كان الابيض له تفوق طفيف في مرحلة نهاية الدور. ولكن اذا لعب كوين بي 6 طالب تكسير الوزيرين الابيض هيكمل نايت اف 5 طالب ياخد فيل الاف 7 بتشيك، والاسود ممكن يكمل ببيشوب سي 5 طالب الوزير، وهنا تال هيلعب كوين اتش 4 ودي نقلة قوية وبيهاجم في جناح الملك وبتؤدي إلى تفريعات شبيهة باللي حدث في الدور. على أي حال سيميسلوف لعب في الموقف ده كوين A6، وهنا تال لعب أحد نقلاته القوية نايت F5. تال بيترك فيله وفي نفس الوقت بيطلب فيل الـ E7 بتشيك، وعامل فخ صغير لسيميسلوف. لو سيميسلوف وقع في الفخ ولعب بيشوب C5 طالب الوزير وفي نفس الوقت طالب الفيل، تال بيكمل كوين اتش 4، ودلوقتي اذا الاسود فاز بالقطعة ولعب بي تيك سي 4 الابيض هيلعب ببساطة بيشوب سي 3، ودلوقتي كل قطعة الابيض بتهاجم الملك الاسود، واذا كمل كوين تيكس اي 2 بيضحي تال بالفرق وبيلعب روك تيكس دي 7 بيشوب تيكس دي 7 نايت اتش 6 تشيك كينج اتش 8 كوين تيكس اف 6، والابيض له هجوم مميت. ولذلك في الموقف ده سيميسلوف كمل ببيشوب دي 8، ويبدو ان كل شيء رجع تحت السيطرة، ودلوقتي الاسود طالب فيل السي 4،
ومرة أخرى تال بيترك الفيل وبيلعب كوين اتش فور، وهنا سميسلوف أخذ الفيل بي تيك سي فور. لو سميسلوف ما لعبش بي تيك سي فور ولعب نقلة زي نايت اي فايف، الأبيض هيبدأ تكوينة لامعة بنايت اتش سيكس تشيك، جي تيكس اتش سيكس، بيشوب تيكس اتش سيكس، والأبيض تهديده الرئيسي ان ياخد الحصان ويلعب كوين جي فايف تشيك ميت، ولذلك الاسود هيلعب نايت جي 6 بيدافع عن المات وبيطلب الوزير، ولكن هنا الابيض له رد قاسي بروك تيكس دي 8. لو الاسود اخد الرخ الابيض هياخد على الاف 6 وتشيك ميت على الجي 7، واذا الاسود اخد الوزير بنايت تيكس اتش 4 الابيض هيكمل ببساطه روك تيكس اف 8 تشيك ميت. ولذلك في الموقف ده سيميسلوف كمل بي تيكس سي 4، ودلوقتي الاسود متفوق بقطع، وتال كمل كوين جي 5 طالب تشيك ميت في الجي 7، والاسود ما عندهوش دفاع غير نايت اتش 5. اذا الاسود ما لعبش نايت اتش 5 ودافع بنقله زي الجي 6 الابيض هيكمل نايت اتش 6 تشيك، كينج جي 7، بيشوب سي 3 بيربط الحصان، كوين تيكس اي 2، روك اتش اي 1، والاسود ما عندوش دفاع ضد النايت جي 4، والابيض هيفوز بعد عده نقلات. ايضا في الموقف ده لو الاسود دافع بنايت اي 8 بيدافع عن مربع الجي 7، الفيل هيكون بدون حمايه والابيض هيكمل كوين تيكس جي 8، والابيض وصل للتساوي المادي وما زال له هجوم مميت، ولذلك في الموقف ده سيميسلوف لعب نايت اتش 5، وتال كمل نايت اتش 6 تشيك، كينج اتش 8، كوين تيكس اتش 5. وبكده تال وصل للتساوي المادي وايضا له هجوم قوي جدا على الملك الاسود، وحاول سيميسلوف ان هو يقوم بهجوم مضاد ولعب كوين تيكس اي 2 طالب كوين اي 1 تشيك ميت. لو الاسود ما لعبش كوين تيكس اي 2 واخد الحصان جي تيكس اتش 6 الابيض هيكمل ببساطه كوين تيكس اتش 6، والابيض له اكتر من تهديد، يعني مثلا لو الاسود لعب روك جي 8 هيكمل بيشوب سي 3 تشيك اف 6 روك اتش اي 1 سي 5 نايت جي 5 طالب تشيك ميت روك تيكس جي 5 كوين تيكس جي 5، والاسود ما عندوش دفاع ضد روك اي 8 تشيك. واذا في الموقف ده الاسود ما لعبش الروك جي 8 انما لعب نقله زي السي 5 عاوز يكسر الوزيرين، الابيض هيكمل ايضا بيشوب سي 3 تشيك، وافضل دفاع للاسود هو اف 6، وهنا تال هيكمل نايت جي 5 بالتهديد كوين تيكس اتش 7 تشيك ميت، والاسود ما عندهوش دفاع كافي، ولذلك في الموقف ده الاسود ما خدش الحصان انما لعب كوين تيكس اي 2 طالب كوين اي 1 تشيك ميت. ولذلك تال كمل بيشوب سي 3 بيعمل مربع هروب للملك، وفي نفس الوقت بيصوب على بيدق الجي 7 وبيربطه على الملك، وهنا سيميسلوف اخطا ولعب نايت اف 6 طالب الوزير، ولكن النقلة دي نقلة سيئة، والنقلة الصحيحة هي بيشوب اف 6، والابيض هيكمل نايت تيكس اف 7 تشيك كينج جي 8، والابيض والاسود متساويين ماديا وان كان الموقف في صالح تال قليلا، ولكن في خضم التعقيدات اللي بيعملها تال على الرقعة لابد ان سيميسلوف يخطأ، وبالفعل لعب نايت اف 6، وهنا تال فاجئه المفاجأة الكبيرة كوين تيكس اف 7، ودي كانت النقلة رقم 19، والابيض وصل فيها الى موقف فائز في كل التفريعات، لان الاسود لا يمكن انه يتلافى الخسارة المادية. بالطبع لو الاسود اخد الوزير روك تيكس اف 7 الابيض هيكمل روك تيكس دي 8 تشيك، والاسود ما عندهوش دفاع امام الكش مات في نقلتين. لو تال ما لعبش كوين تيكس اف 7 ولعب نقلة زي نايت تيكس اف 7 تشيك دي هتكون نقلة سيئة، والاسود هو اللي هيفوز بعد كينج جي 8 نايت اتش 6 تشيك جي تيكس اتش 6 كوين تيكس اتش 6، وهنا الاسود عنده الرد الحاسم بيشوب اف 5،
والدور انقلب لصالح الأسود المتفوق ماديا بقطعة أمام بيدق، والأسود حيفوز. ولكن على أي حال تال لعب في هذا الموقف كوين تيكس اف 7، ومن هنا سيميسلوف كمل عدة نقلات، يعني لعب كوين اي 1 تشيك كينج دي 2، وبعد ما تم إغلاق العمود دي سيميسلوف كمل روك تيكس اف 7 نايت تيكس اف 7 تشيك كينج جي 8 روك تيكس اي 1 كينج تيكس اف 7. دلوقتي الأبيض متفوق بفرق، ولكنه زود من تفوق المادي ولعب نايت اي 5 تشيك، وبعد كينج اي 6 نايت تيكس سي 6 نايت اي 4 تشيك كينج اي 3 بيشوب بي 6 تشيك بيشوب دي 4. وهنا سيميسلوف سلم لأن تال متفوق بفرق وبيدة ولا يوجد أي أمل في الدور. الحقيقة دور بيوضح لنا عظم التال اللي العنصر الرئيسي في قوته إنه بيحول المواقف البسيطة إلى مواقف تكتيكية معقدة، وخصمه لا يستطيع أن يصل إلى النقلة الصحيحة في التوقيت المناسب، وعشان كده بنقول إن تال جدير بلقب ساحر الشطرنج.